في 15 ديسمبر وتحديدا في مدينة ووهان الصينية ظهرت أول حالات الفيروس القاتل كورونا. ظهرت الحالات الأولى للفيروس في سوق ووهان الخاص بالمأكولات البحرية واللي كمان بيبيع حيوانات حية، ويقال إن الفيروس انتقل من التعابين والخفافيش للإنسان. الفيروس بينتقل بين البشر بمعدلات كبيرة وسريعة جدا، وكمان أكتر من بلد أعلنت وصول الفيروس إليها بشكل رسمي زي أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادي. وفي 31/1/2020 تأكد وجود 75,775 حالة في أكتر من محافظة من محافظات الصين، وبعدها الصين عملت حجر صحي على مدينة ووهان اللي بيعيش فيها أكتر من 11 مليون نسمة، وبعدها تحولت مدينة ووهان إلى مدينة أشباح وجميع شوارعها مهجورة رغم وجود ال 11 مليون نسمة فيها. وده فيديو لموقع صحيفة الديلي ميل البريطانية بيبين آثار الحجر الصحي على المدينة، من توقف كامل للحياة وعزل أيضا عن جميع السكك الحديدية والنقل البحري والبري والجوي لاحتواء الفيروس اللي بترتفع حصيلة ضحاياه يوم بعد يوم. بعدها أكتر من 15 دولة حول العالم تواصلت مع الحكومة الصينية علشان تعمل عملية إجلاء لمواطنيها بالطيران الموجودين داخل مدينة ووهان الصينية. وحصيلة التقارير الأولية بتقول إن 41 حالة الأولى مرتبطين بشكل كبير جدا بسوق ووهان، وفي 9 يناير 2020 كانت أول حالة وفاة، والأعداد دخلت في تزايد كبير جدا حتى الآن حتى وصلت إلى 2130 حالة وفاة. وبعدها انتشر الفيروس بشكل كبير جدا وأعلنت بعض الدول وجود الفيروس على أراضيها بشكل رسمي زي استراليا 4 حالات، واليابان 3 حالات، وكوريا الجنوبية 2، فيتنام 2، ماليزيا 4 حالات، سنغافورة 3 حالات، نيبال حالة وحيدة، فرنسا 3 حالات، وأمريكا الجنوبية 2. ومع انتشار الفيروس بشكل كبير جدا حول العالم وانتشار أعداد المصابين ألغت شركات الطيران رحلتها إلى الصين زي الولايات المتحدة ورواندا وكينيا وبولندا وإيران وفرنسا وسنغافورة والهند وتنزانيا وتركيا، بالإضافة إلى طيران الدول العربية في العراق والمغرب ومصر للطيران. ومع بداية انتشار الفيروس في الصين رفضت منظمة الصحة العالمية إن هي تفرض حالة طوارئ، وقالت إن الموضوع بسيط وليس بوباء يستحق فرض حالة الطوارئ. The World Health Organization says a viral illness in China that has sickened hundreds of people is not yet a global health emergency. وبعدها بفترة بسيطة جدا مع سرعة انتشار المرض حول العالم أعلنت بصفة رسمية حالة الطوارئ في العالم كله. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. ومع سرعة انتشار الفيروس بصورة كبيرة أصبحت إجمالي الحالات المؤكدة 86,980 حالة، منها 2,979 حالة وفاة، يوجد 42,318 حالة تعافي من الفيروس. وأعراض المرض الحمى، العطس الشديد، صعوبة التنفس، السعال، التهابات في الأنف مع السيلان، وألم في العضلات وعظام الجسم بشكل كبير، والصداع الشديد الذي يتسبب في عدم القدرة على الحركة. وحتى الآن لم يظهر أي علاج أو مصل أو لقاح خاص بالفيروس. ومع اعتراف منظمة الصحة العالمية بتفشي الفيروس حول العالم أوصت بالتعليمات الآتية: اغسل إيدك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل بشكل متكرر. احرص كمان إن أنت تغسل إيدك بعد ما تلامس سطح ما في مكان عام أو بعد العودة إلى المنزل، بلاش تلمس عينك او انفك او فمك وايديك مش نظيفه. تجنب القرب من اشخاص بيبان عليهم اعراض المرض زي السعال والعطس. ويفضل كمان ان انت ما تنزلش من البيت لو ظهرت عليك الاعراض المرضيه، وبلاش تبعت اولادك للمدرسه لو ظهرت عليهم برضو اي اعراض. قم بوضع منديل على فمك اثناء السعال او العطس، وبعدها قم بالقائه في سله المهملات. حاول على قد ما تقدر تلبس القناع في المستشفيات والاماكن العامه، حافظ على نظافه الاشياء والاسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر. اتأكد ان جميع اللحوم التي يتم تناولها درجة سواها جيدة. واخيرا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا عند انتشار الاوبئة والامراض التي لم تكن معلومة من قبل ان احنا ندعي بالدعاء ده: اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الاسقام. لو عجبك الفيديو لايك وشير وما تنساش الاشتراك في القناة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. طولت عليكم، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.